مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. استرداد الأموال المهربة من العراق. منذ عام 2003 والعراق تنهب أمواله وتهرب بشتى الطرق خارج البلاد، ولا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوها عن حجم الفساد المستشري وعن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة واستخدامها في إعمار البلد وتطويره. رئاسة الجمهورية بصدد تشريع قوانين مهمة لاسترداد أموال العراق المهربة في إطار خطوات حثيثة تبذل في هذا الإطار. ووسط حديث عن متابعة لحركة تلك الأموال، أقر مسؤولون بصعوبة استعادتها كونها سجلت بأسماء وهمية، ولذلك يبذل العراق جهودا كبيرة في متابعة حركة أمواله لأجل استعادتها من خلال إنجاز رئاسة الجمهورية مشروع قانون استرداد الأموال، والذي أرسل إلى البرلمان لأجل تمريره وبسرعة. مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني قال إن العراق لديه السند القانوني لاسترداد أمواله المهربة، وإن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 والتي صادق عليها العراق من قبل البرلمان تعد قانونا وطنيا، كما اتفاقية الرياض التي صادق عليها العراق تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال إلى العراق في حال طلبها بملف متكامل، وبالتالي فالسند القانوني للاسترداد موجود. وزير المالية علي علاوي قال إن 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن، بينما قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن 150 مليار دولار من النفط تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ عام 2003. مشروع القانون يستهدف كل من شغلوا مناصب مدير عام فما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد لعام 2004، ليتم فحص المعاملات التي تزيد قيمتها على نصف مليون دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، لا سيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. والأهم، يمكن للعراق أن يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تمكنه من استعادة أمواله المنهوبة، شريطة استكمال إجراءاته الداخلية والتحقيقات القضائية، بما سيوفر للحكومة إمكانية استرداد الأموال من جميع المصارف الدولية وحتى الاستثمارات الخارجية المبنية على أموال عراقية منهوبة.